مبررة خطوتها التطبيعية بزعم وقف سياسة الضم، أعلنت الإمارات عن اتفاق سلام مع العدو الصهيوني. الخطوة رفضها الفلسطينيون واستنكروا الإعلان الصهيوني الإماراتي المفاجئ حول تطبيع كامل للعلاقات بينهما، مقابل ادعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية. الاتفاق الاماراتي الصهيوني هو طعنه غادره في خساره القضيه الفلسطينيه وخيانه عظمى لفلسطين والقدس ورذيله دبلوماسيه لا يمكن ان تغتفر، بل هو رده تاريخيه عن موقف الامارات تجاه فلسطين واصطفاف واضح وصريح بجانب الاحتلال على حساب حقوقنا التاريخيه وثوابتنا الوطنيه، والمطلوب عربيا هو العمل على عزل الامارات فورا حتى تعود الى رجها والصف العربي. اعلان دوله الامارات عن اتفاق سلام مع كيان الاحتلال اعتبره الفلسطينيون بمثابة خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافا بالقدس عاصمة للاحتلال وأنه اتفاق مخالف لإرادة الأمة وأحرارها، وتفريطا بحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته. الشعب الفلسطيني اليوم خرج ليقول كلمته بشأن الاتفاق الكارثي والإجرامي بين دولة الكيان وبين دولة الإمارات. هذا الاتفاق الكارثي الذي هو خروج عن إجماع الأمة وهو خيانة لله وللرسول وللأمة. تحذيرات فلسطينية إلى الأشقاء العرب والمسلمين بضرورة رفض التطبيع والمطبعين وعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية أو السير على خطى دولة الإمارات في التطبيع المجاني مع الاحتلال الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية. كل هذه المحاولات من المطبعين والمتجفين والخونة وما جاء من اتفاق بائس بالأمس من الخائن محمد بن زايد لن يثني شعبنا الفلسطيني عن النضال. سنسمعها في المقاومة، سنسمعها في الكفاح، ومحاولة شاعنة وتقديم هدية مجانية لهذا الكيان لن تفلح. فهذا المجرم نتنياهو فاسد، وشعبنا الفلسطيني سيسقط نتنياهو وسيسمعها في الكفاح حتى الحصول على الحقوق الثابتة والمشروعة. يشار إلى أن الفلسطينيين أكدوا أنه لا يحق للإمارات أو أي جهة أخرى التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، وسط تأكيد على استمرار صمودهم ونضالهم حتى نيل حقوقهم. ليس غريبا على نظام اعتاد على زراعة الفتن ودعم الانقلابات أن ينتهي به المطاف إلى الاحتلال والتطبيع، وبدلا من أن تكون الإمارات مع الشعب الفلسطيني وصمود شعبها أبت إلا أن تسجل اسمها في لوحة الخزي والعار. محمد سالم، قناة التناصح الفضائية، فلسطين المحتلة.